بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا قائد الغر المحجلين وأبا الحسن والحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لم أنسه إذ قام في محرابه وسواه في طيف الكرى يتمتع، فانسل يستل ابن ملجم سيفه لعنة الله عليه، فانسل يستل ابن ملجم سيفه متخفيا والليل داج أسفعه، وعليه مذرف الصفيحة كاد من جزع يخر له العماد الأرفع. والمسلمون تسابقوا في أخذه، وعليه سلوا بالسيوف وأشرعوا وبكاه جبريل ونادى في السماء، وعليه كادت بالندى تتقطع، ماذا قال أيها الشاعر جبريل في السماء؟ اليوم قتل ابن عم المصطفى وإماما، اليوم قد قتل ابن عم المصطفى، اليوم شمل المسلمين موزع، اليوم قد قتل الوصي المرتضى، اليوم قد قتل البطين الأنزع. لم أنس زينب مذرعته ووجهه من فيض مفرقه الشريف ملفع بجت زينب، وهل الدمع العيون كأني بها وهي ترى والدها تنادي: أبا يا أبا من للصغير حتى يكبر، ومن للكبير بين الملا
أبا يا أبا حزننا عليك كثير، لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. أول وأهم ألقاب أمير المؤمنين عليه السلام هو لقب الإمام. الإمام يذكر به أمير المؤمنين في الوسط الشيعي وفي الوسط السني، حتى في الوسط السني أيضا يخاطب الإمام علي عليه السلام بهذا اللقب، لا يخاطب مثلا سائر أصحاب رسول الله مع تقديرهم لهم بلفظ الإمام، ولكن علي عليه السلام يخاطب ويعبر عنه بلقب الإمام. الإمام كلفظ عند السنة شيء وعند الإمامية شيء آخر، ولذلك تختلف شيعة أهل البيت عن سائر المذاهب بلقبها بأنها الإمامية. الإمامية هي الفئة التي تؤمن بالإمام وبنظرية الإمامة، يعني حتى باقي الشيعة مثلا الزيدية شيعة ولكنهم ليسوا إمامية، الإسماعيلية شيعة ولكن ليسوا إمامية، فكأنما هذه النظرية الخاصة بالإثني عشرية والتي عنونت بعنوان الإمام، علي عليه السلام هو الإمام الأكبر وأئمة الهدى الأئمة الاثنى عشر، وهذه الفئة كلها تنتمي وتنتسب إلى هذا المبدأ وهو الإمامة. هل هناك اختلاف في المعنى بين الإمام الذي تعتقد به شيعة أهل البيت الاثني عشرية عن غيرها من المذاهب والفرق أو لا؟ نعم هناك فوارق كبيرة، وهناك مميزات تميز الإمام في النظرية الشيعية، ولذلك نسب كل المذهب إلى هذا المصطلح. من هذه الشروط والميزات ما يلي: أولاً أن الإمام عند شيعة أهل البيت عليهم السلام هو إمام منصوب ومعين من قبل الله عز وجل فقط، ليس معينا من النبي وليس معينا من الإمام السابق، وإنما تعيينه واختياره وانتخابه من الله عز وجل. غاية الأمر النبي والإمام يبلغ: يا أيها الرسول عين الإمام علي، لا بلغ ما أنزل إليك من ربك. الانتخاب والتعيين هو من قبل الله عز وجل تماما كالنبوة. النبي إنما يعينه الله عز وجل، ولكن قد يأتي بعض الأنبياء ويبشر به: ومبشرا برسول يأتي من بعدي
اسمه أحمد. وهكذا تبشير إبراهيم برسول الله: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. إبراهيم ما عين النبي المصطفى، ولا عيسى عين ونصب رسول الله، وإنما التعيين والتنصيب إلهي، والإمام أو النبي، الإمام السابق أو النبي، يشير إليه، يدل عليه، ينص عليه، يرشد إليه. الإمام علي عليه السلام لا يعين ابنه الحسن في الإمامة، ولا الحسن يعين الحسين في الإمامة، ما لهم شغل أصلا في هذا الجانب، وإنما يبلغ ما وصل إليه عن رسول الله، عن الله عز وجل، في أن يخبر الناس ويرشدهم إلى هذا الشخص المعين إلهيا. إذا كان النبي ما إله دخل والوصي ما إله دخل في الموضوع، أفترى أن الناس لهم مدخلية؟ كلا، يعني عامة الناس لا شأن لهم ولا ربط لهم بأمر تعيين الإمام. فلو فرضنا أن كل الناس رفضوا هذا الإمام، لو فرضنا، لا يؤثر ذلك، لا ينعزل عن الإمامة برفضهم، كما أنهم لو اجتمعوا كلهم على شخص وهو ليس معينا من الله عز وجل لم يصبح إماما. لنفترض أن الناس كلهم اجتمعوا على شخص من الأترة النبوية وهو في الأصل ليس منصوبا من الله، لا يؤثر هذا فيه في شيء أبدا. ولذلك يترتب على هذا أن الإمام إمام حتى وهو في السجن. إمام موسى بن جعفر كان سجينا ومع ذلك هو الإمام الشرعي، وأمير المؤمنين كان إماما وهو معزول عن الحكم مدة 25 سنة، وهكذا الإمام السجاد إمام وهو مقيد في القيد. فأول ميزة من ميزات الإمامة الشيعية هي أن التنصيب فيها والتعيين فيها إلهي، كما هو الحال في النبوة، وأي أحد غير الله عز وجل لا شأن له بالتنصيب والتعيين، وإنما النبي والإمام يشير إليه وينص عليه ويدل عليه، مو يعينه، ما يقترحه، ما يقول أنا جعلتك إماما. هذا أول ميزة في الإمامة الشيعية. يترتب على هذا الميزة الثانية، وهي أنه ما دام هذا الشخص معينا ومنصوبا من الله عز وجل، فيلزم أن يزوده بمميزات تجعله مختلفا عن الناس، ومنها قضية العلم المحيط الذي الإلهي الذي لا يملكه غيره. وهذا العلم منشأه ليس منشأ عاديا، وإنما منشأ إلهي أيضا. مثلا الإمام الجواد عليه السلام تولى الإمامة وعمره 8 سنوات. إذا كان منشأ العلم منشأ عادي، مفروض يدرس الدراسة العادية، شنو يقدر يحصل هذا الإنسان في 8 من العمر؟ الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، أول ما أتت إليه الإمامة كان عمره 6 سنوات. الإمام هادي عليه السلام كان عمره 9 سنوات. زين، هذا إذا كان العلم يؤخذ بالطريقة العادية، شقد يقدر الإنسان اللي عمره 9 سنوات أن يحصل من العلم؟ شيء بسيط جدا.
لكن هؤلاء الأئمة عليهم السلام احتووا على علم لم يحتوي عليه كل من عاصرهم من الفقهاء الذين صرفوا أكثر عمرهم في التعلم والدراسة وما شابه ذلك، بينما العلم الذي كان لدى الأئمة موجودا كان علما محيطا بكل شيء تعلمون. مثلا وهذا أمره واضح لديكم بحمد الله، الإمام الصادق عندما يتحدث في التفسير تماما مثل ما يتحدث في الكيمياء، هذا مثل ذاك، ما يقول هذا متخصصي أو هذا أنا ما أعرف إله أو ما شابه ذلك. وهذا يشير إلى أن العلم الذي كان لديهم هو علم إلهي ليس من مناشئة عادية. يضاف إلى ذلك أن الله سبحانه وتعالى زودهم بميزة هي ما نسميه بالعصمة، وهي ألا يقع الإمام في خلل أو خطل أو ذنب صغيرا كان أو كبيرا. ليش؟ لأنه لو فرضنا أن الإمام بالغلط أذنب ذنبا، أنا ذاك الوقت لازم أروح أنهاه عن هذا الذنب، فأنا أصير أفضل منه لأنه أنا قاعد أنهاه عن المنكر وأنا لا أرتكب المنكر. لو فرضنا أن الإمام عمل ذنبا، أنا مو لازم أطيع، لازم هو يطيعني، كيف يكون إماما و يطيعني؟ المفروض أنا أطيعه. بل أكثر من هذا، لو ارتكب ذنبا من الممكن أن نعوذ بالله يكذب، فيكذب على الله، يأتي بحكم من غير ما أنزل الله. لذلك لا بد أن يكون الإمام بالإضافة إلى العلم الإلهي الواسع والمحيط الذي لديه، لا بد أن يكون معصوما من كل صغيرة وكبيرة، بل أن يكون معصوما عن السهو والغفلة، لا يكون غافلا، لا يكون ساهيا. يقول حكاية مثلا، أوه أنا كنت ناسي قلت لكم هالشكل، يتكلم بكلام يقول أوه أنا كنت غافل عن الموضوع. زين، الناس أخذوا منه الأحكام وراحوا يشتغلوا عليه، شنو معنى ناسي وغافل وما شابه ذلك؟ فهذه من الميزات التي لا بد أن يتحلى بها الإمام المعصوم، وهذه من العلائم التي تفضح الإمام المدعي. إذا واحد إجا وقال أنا إمام من الله عز وجل، يسألون بعض الأسئلة يشوفون لا يجدوا جوابا، يشوفون أن بعض سلوكه قد ارتكب في بعض أحواله غفلة أو ذنبا أو سهوا أو خطأ أو ما شابه ذلك. مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وقد قربت ليالي جرحه وشهادته صلوات الله وسلامه عليه، كان المرتبة العالية في الإمامة عندنا في الروايات وعند أتباع مدرسة الخلفاء، هذا الحديث سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عندهم في رواية، سلوني عما دون العرش، وفي رواية أخرى سلوني عن طرق السماوات فلأنا أعلم بها من طرق الأرض. ما في إنسان يقول هذا الكلام إلا ويفتضح، لأنه واضح أنه لا يحب. لنفترض إنسان قالها في هذا الزمان وهو لنفترض عربي، واحد يسأل عن لفظة تركية لا يعرفها، يسأله عن نظرية حديثة أو قديمة في الطب، في الكيمياء، في الفيزياء، جرم سماوي مكتشف حديثا قد لا يعلمه فيفتضح. لكن الإمام عليه السلام كان يقول ذلك، سلوني قبل أن تفقدوني، حتى كني سلام الله عليه بأنه صاحب منبر سلوني، وأنه ما قالها غيره إلا وقد افتضح، حتى قيل أن بعض أعداء أمير المؤمنين عليه السلام
أراد أن يتمثل هذا الموقف. قيل إنه عكرمة البربري وكان على رأي الخوارج، وقيل غيره، فجاء وقال: أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني. مو بس علي بن أبي طالب يقول ذلك. فقام له أحدهم وقال له: يا عكرمة، النملة أمعاؤها من أمامها أو من خلفها؟ يعني موتور قدام حسب التعبير أو من الخلف؟ فسكت ولم يستطع الإجابة. وقام له آخر وقال له: يا عكرمة، عندما حج آدم، أنه عندنا أن آدم حج إلى الكعبة، من الذي حلق رأسه؟ من جملة الأمور اللازمة الحلق من المناسك، فمن الذي حلق رأسه؟ فسكت. قال: فضحتموني، ونزل من على المنبر. طبعا لو طول أيضا نفس الكلام، لأنه هذا الموقع ليس موقعا له، هو موقع أمير المؤمنين عليه السلام، وهو تعليم الله عز وجل له، وهو برهان حجته، وأنه واحد مرتبط بالله عز وجل. هذا الإمام العظيم الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وآله من بعده هاديا مرشدا للخلائق، لم تعرف الأمة قدره، وأبعدته عن موقع كان به جديرا وحريا، حتى لقد تشكى في خطبته الشقشقية المعروفة: أما لقد تقمصها ابن أبي فلان، وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، إلى آخر كلماته. وأخر عنه هذا المنصب طيلة 25 سنة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى أيامه هو في سنة 35 هجرية. ومع ذلك أيضا لم تكن الأمور هادئة في زمانه، فانتقضت عليه الفئات المنحرفة، وكان من بين أولئكم ما عرف فيما بعد بالخوارج، الذين نهضوا ضد الإمام بجهلهم وبعدم وعيهم، حتى انبرى له هذا اللعين عبد الرحمن بن ملجم المرادي، الذي بقدر ما كان قارئا للقرآن كان جاهلا بأهداف القرآن ومعانيه. فكان أن جاء هذا اللعين في ليلة من تلك الليالي، فجر 19 من شهر رمضان المبارك سنة 40 للهجرة، وقد تآمر على مع بعض أصحابه على أن يغتالوا إمامنا أبي الحسن صلوات الله وسلامه عليه. يقول أرباب الخبر: كان الإمام أمير المؤمنين في تلك الليلة، قد أنبأه رسول الله صلى الله عليه وآله، فكان لا يهدأ فيها إلى أن قام لورده في جوف الليل، وصلى ما شاء حتى انبلج عمود الفجر، وعند الفجر انطلق إلى مسجد الكوفة وهو يوقظ النيام، حتى إذا دلف إلى المحراب وصلى صلاة النافلة: عظم الله أجوركم يا مؤمنين. جاء اللعين بن ملجم وقد أخفى سيفه تحت إزاره، كبر إمامنا تكبيرة الإحرام لصلاة النافلة، ركع الركعة الأولى ثم سجد السجدة الأولى. جاء اللعين من خلفه والمسجد كان فارغا إلا من بضعة نفر، ما رفع الإمام رأسه من السجود
إلا واللعين يرفع يده بسيفه ويضرب إمامنا على مفرق رأسه. أين المنادي وعليا وإماما وسيدا؟ هوى على محراب صلاته وقد شق السيف وهامته، فقال الإمام: فزت ورب الكعبة قتلني ابن اليهود، ألا لا يفوتنكم الرجل. نادى جبرائيل بين السماء والأرض: تهدم أركان الهدى وانفصمت العروة الوثقى، قتل الإمام المرتضى، قتله أشقى الأشقياء. هرع الناس إلى مسجد الكوفة فإذا بإمامكم مكبوب على وجهه في محراب صلاته ودماؤه تسيل على شيبتيه. احتمله أولاده وبنو هاشم وصلوا إلى البيت، تنتظرهم زينب سلام الله عليها. صديت ونادت: يا المجبلين هالشايلين وياكم النين، أسمعها ضل وصراخ صابين، خوف جت العود يا طيبين. لما سمعها الحسن وحسين صاحوا: يا زينب زيد لونين. أبونا انطبر والراس نصين، في شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرا أجمعين. إن شاء الله أسمعكم إن شاء الله.